صباح الخير سميره، صباح الخير جميع المشاهدين والمشاهدات. سعيده بزاف انني كنت واجده معكم في موسم جديد من صباحيه الدوزام، خصوصا فقره الطبخ. اليوم في هذه الفقره هذه غادي نوجدوا طاجين ديال الفرخ، الحوت او اللي كان كما كنسميوه السنور، واللي غادي نوجدوه بالكرافس والفلفله. غنعطيكم المقادير. الو اول حاجه غادي نبداو بلاصوص، لان غادي نطيبوها بوحديها، عاد غادي نديروها على الفرخ اللي غادي يمشي للفران، باش الحوت ملي يطيب ما يجيناش يابس ويجي طيابو هو هذاك مع لاصوص يجي مقاد. دونك غادي نحتاجو مقله اللي غادي نديرو فيها واحد شويه ديال الزيت ديال العود، غادي نديرو معاها دونك هادي باش كما قلت لكم غادي نوجدوا لاصوص. غادي ندير معاها قياس واحد 3 ديال الدريسات ديال الثومه، نخليهم بحال هكا سخن مع الزيت باش يعطي المذاق ديالها. غادي ناخذ هنايا حكينا واحد 4 حتى 5 ديال الماطيشات اللي هما محكوكين، وعلى بما ان الماطيشه كتطلق الماء ديالها فحنا هاد الحوت غادي نطيبوه بلا ماء. دونك غادي نحتاجو كذلك هنايا فلفله خضراء حمراء صفراء كما شفتوا قطعناهم ضويمات بحال هكا، وهما غادي نشحروهم مع التوابل اللي غادي نوريكم. دونك هنايا كما قلنا زيت العود درنا فيها 3 دريسات ديال الثومه اللي هما محكوكين، غادي نزيدوا معاهم هاد المطيشه على هاد الشكل هذا، نزيدوا معاهم الفلفله، وغادي نشحروهم حنا غير شويه باش غادي نزيدوهم عاد ديك الساعه على الحوت كما قلت لكم اللي غادي يمشي للفران. بالنسبه للتوابل شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو شويه ديال الملحه على حسب الذوق، هاها غادي نديرو معاها، غادي نديرو هنايا الفلفله حمراء، بما اننا غادي نطيبوه بالفرك الكرافس فما غاديش نديرو معاه القزبر وما غاديش نديرو معاه كذلك المعدنوس. دونك هنايا كما شفتوا الفلفله حمراء، غادي نزيدو شويه ديال الابزار، وهنايا غادي نديرو معاه طريفات ديال سكينجبير اللي هو طري، واحد جوج طريفات ديال سكينجبير، وغادي نخليوها تشحر غير بعد ما نطلع فيها الغليه باش غادي كما قلنا نستعملوها مع الحوت اللي غيمشي للفران. الوغ بالنسبه للحوت شنو غادي نديرو معاه؟ هنا كما قلت لكم عندنا الفرخ او لا السنور، هنا قياس واحد الكيلو ديال الفرخ. هو اللي مزيان فيه الفرخ هو انه ما فيهش الشوك، وبالتالي كيسهل الاكل ديالو على الاطفال كذلك على الناس اللي هما كبار. شنو غادي نزيد معاه؟ غادي ندير الثومه اللي بقات لي هنا واحد 3 ديال التهوى الدريسات ديال الثومه. هنايا من الاحسن نتوما تشرملوا واحد الساعه ديال المكانه قبل ما تطيبوه باش كيجيكم مزيان. انا غنطيبو ديريكتومون، ولكن اللي وجد لكم قبل حتى هو راه هو شرملتو. غادي نديرو معاه شويه ديال الملحه ما نكثروش، لان هنا غنديرو معاه شويه ديال الصوجه كذلك. الصوجه هذه غير زدتها انا لان كتعطي واحد المذاق زوين، الا ما بغيتيش ديروها بلاش. دونك غنديرو الفلفله حمراء، قياس ديال الفلفله، شويه ديال الابزار، غادي نديرو معاه شويه ديال الحامض، حامض معسر، غادي نديرو معاها كما قلت لكم شويه ديال الصوجه ما نكثروش غير شويه، وغادي نديرو معاه حتى هو طريفات ديال سكينجبير اللي كما قلت لكم غادي نخليوه باش حتى هو غادي يترقد معاه. انا هنا غادي نرقدو غادي نشرملو بيدي باش يلاه يتشرب العناصر مع بعضياتها. في الدار نتوما خدمو بيديكم كما مولفين طبيعه الحال. دونك غادي نشرملو على هذه الطريقه هذه، فوالا كيجي المذاق ديالو رائع جدا، ما كياخذش الوقت بزاف ديال الطياب، لان كما قلت لكم لاصوص راه غادي تكون طايبه نص طايبه وما فيهاش الخضره اللي غادي تحمل لنا الطياب. وبالتالي هذا ملي غادي ديروه في الفران غادي تصبروا عليه واحد شحال، واحد ثلث ساعه حتى 25 دقيقه صافي، ويكون وجد ان شاء الله. دونك غادي نديروا بحال هكا. لاصوص كما شفتوا ها هي بدات كتطلع فيها الغليه، كما قلت لكم هي بدات طلع شويه الغليه غادي نستعملوها. دونك غادي ناخذ انا التبصيل اللي غادي يمشي ليا للفران. بالنسبه للناس اللي بغاو يطيبوه في المقله او لا في الطنجره يمكن لكم حتى هو تستعملوها بلا ما تديوه للفران. الوغ هنايا اش غادي ندير؟ غادي ناخذ شويه ديال زيت ديال العود، غادي نديرو هو في التحت ديال
المقله اللي كما قلت لكم غادي تمشي للفران. هنايا غادي نستعمل الكرافس، وكما شفتوا ما درناش لا قزبر ولا معدنوس. الكرافس كيعطي واحد المذاق رائع جدا للحوت، كيجي غزال. دونك غادي نديرو بحال هكا صحيح، غادي نفرشو في التحت. دونك حاولوا تخالفوهم باش يجي محطوط مزيان، وحتى هو مزيان. علاش؟ كيعطينا داك التفريشه التحتانيه باش حتى الحوت ما كيلصقش وكيجي مزيان. دو توت مانيا هاد المقالي بحال هكا راه فريمون ما كيلصقوش، واني اللي ما عندوش فرشوا راه مزيان تيجي، باش كيما قلت لكم ما كيلصقلكمش. هنايا شنو غادي نزيد على هاد لاصوص ديالي؟ غادي بما انها بدات كطيب غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الماتيشه مركزه، وغادي نخليها هكا تزيد هي شويه طلع فيها كما قلت لكم الغليه، وغادي نستعملها. الريحه كتجي غزاله كما قلت لكم، سهل في التحضير ديالو، كيجي طبق رائع جدا. وكما كتعرفوا حنا السنور متواجد بزاف في المغرب، والثمن ديالو كيبقى مناسب. فوالا بركه على لاصوص. الوغ من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد الحوت اللي غادي نديرو بحال هكا فوق هاد الكرافس باش كيعطينا داك المذاق ديالو، كيجي مذاق رائع جدا. وهنا نحطو معاه الشرميله، نديرو بحال هكذا. وغادي ناخدو لاصوص وغادي نكبوها بحال هكا في الجنيبات على هاد الشكل هذا. ملي طيبوه كما قلت لكم راه حيت ما فيهش الماء كتجي لاصوص ديالو خاطر عقده مزيان، كيجي المذاق ديالو رائع جدا. ما شهيتكم على ريحه هنايا طالعه في البلاطو؟ دونك غادي نديرو هكا على جانب. غادي نزيدو معاه للتزيين وكذلك باش يعطينا المذاق. غادي نوريكم نديرولو بحال هكا. غادي نزيدو معاه شويه ديال الزيتون اللي هو بالعظم، ديرو بحال هكا شويه ديال الزيتون. هنا غادي نديرو معاه دويورات ديال الفلفله خضراء حمراء صفراء كما استعملناهم وهما هكاك صغيورين في لاصوص. دونك غادي نديرهم حتى هما غادي يعطيونا المذاق ديالهم يطلقوه. هنا قول نص فلفله من الشكالات، يعني كل لون غنديرو منه نص فلفله كيجي مزيان. هنا وغادي نزينو كذلك بالطريفات ديال الحامض اللي غادي يطيب معاه. من الاحسن بالنسبه للحامض ما ديروش الحامض اللي هو خضر، لان الحامض خضر كيطلق المروره. من الاحسن الحامض يكون هكا صفر باش كيجي المذاق ديالو زوين في الطاجين، والا راه غادي يجيكم كله مر. دونك غادي نحطو بحال هكا نستفو دويويرات. نتوما وكطيبوه الا شفتوه شحفلكم من الماء زيدوا واحد القطيره ديال الماء بشويه بشويه. وكما قلت لكم راه ما كيبغيش طياب بزاف، واحد ثلث ساعه حتى 25 دقيقه غادي تلقاو الطاجين ديالكم وجد. بالتالي دونك هو هذا، نمسحوا له الجنيبات ديالو بحال هكا ونغطيوه باش كما قلت لكم ندخلوه للفران على درجه 200 ونخليوه لمده ديال 25 دقيقه، ثلث ساعه حتى 25 دقيقه. تلاقاو بعد قليل باش نوريكم الطبق كيفاش غادي يجي. كما شفتوا الطبق ديالنا هذا وجد كيجي رائع جدا، لاصوص ديالو معسله ومقلي مزيان. هنا زدت معاه الفلفله اللي هي السوداني بالنسبه للناس اللي كيبغيو شويه ديال الحار، اللي ما تيبغيوهش بلاش. فوالا كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق وتردوا عليا الخبر.